مرحبا وأهلا وسهلا فيكم على قناتي، بتمنى تكونوا بخير دائما. اليوم رح نعمل رأس الحمصي على طريقتي، جربوها ورح تعجبكم كتير. يلا على المقادير. في عنا كيلين طحين متعدد الاستعمالات، عنا زبدة مذابة نوع جيد 640 جرام، عنا كأسين حليب دافئ، وعنا كاستين سكر، وعنا ظرف خميري حبيبات، وعندنا كاسة زيت شاي، كاسة صغيرة يعني. نيجي على المطيبات هي 3 ملاعق محلب، معلقتين شمرة، معلقتين يانسون، ورشة ملح. هلأ منضيف الحليب يكون دافي مثل ما حكينا بالعجاني طبعا، ومنضيف السكر، وبصير كمان غير عجاني بس بدها عجن كتير. انا بضيفهم كلياتهم سوا وبعملهم على العجان. يلا بنحرك السكر شوي ونضيف الطحين، هاي اول كيلو، ونضيف المطيبات، هاي اليانسون، المحلب، والشمرة، ورشة الملح. هلا منضيف الزبدة، وهاي الأكلة بنعملها بالعيد خاصة مشهورة فيها حمص القراص. هلا منضيف الكيلو الثاني شوي شوي ونخلطهم، منضيف الخميري، وهلأ منضيف الزيت عشان يعطيه قرشي للراس. وهلأ بعد ما ضفنا كل المقادير نكفي الطحينات، نخلي شوي نشوف حسب الطحين، احيانا بياخد كتير احيانا العجينة ما بتطلب كتير طحين، وبنخلطهم. اذا ما في عجاني يخلط بالايد طبعا، بدها دعك منيح. وهلأ منضيف باقي الطحين، لسه بتاخد معنا العجينة طحين، بنرجع بنخلطهم منيح. هاي عجانتي عطول هيك بتطير الطحين. يفضل ندعكم تقريبا شي 10 دقايق، هو كل ما ندعك القراص بصير أحسن، بصير العجينة ما تفتح معنا نحن عم القراص، تصير كلها هيك ناعمة مع بعض. نعجنهم، نضل عم نعجنهم هيك تقريبا حتى يتماسكوا معنا طبعا، بعدين نعملهم شوي بالايد. وهيك بتكون عجينتنا صارت جاهزة، نتركها شوي ترتاح، شايفين احلاها. ما شاء الله تمام، ضربة معلم، شايفين؟ يا سلام، بحب العجين، ادعك. هلا نتركها هيك ترتاح لشي نص ساعة عبين ما نحنا كمان نرتاح، وبنرجع. هلا نبلش نقرصهم. انا قطعتهم كلياتهم، زنتهم كل قطعة 130 جرام، بس كمان اذا بتصير 100 بكون احسن، طلعوا معي شوي هيك يعني كبار. بنرقهم هيك، طبعا ما في شوبك عندي، هذا اللي بنقشوا فيه، عم حاول انا اعمل لهم نقشي من اختراعي. وهاي الجدولي هيك على جنب، هاي تراثية طبعا عند الحواصني، ريحتهم بتشهي. هيك نشكلهم مثل ما بدنا، واذا في منقش بيكون احلى واحلى، شوي بالشوكي هيك نعمل لهم رسمة.
بحيث يطلع يشبه الأقراص الحمصي. شايفين حلوة؟ ما أشبه شي النقشي طبعا، مهم الطعم. وهلأ هيك بنكون جهزنا الصينية، جهزوا قراصاتنا، وهلأ بنروح فيهم لوين؟ على الفرن. بنحطهم بالفرن على درجة حرارة 180 تقريبا نص ساعة. وهلأ بنستنى عليهم. وهذا القراص تاكلوه برمضان على السحور بعد الإفطار مع كاسة شاي، شي طيب ولذيذ. وهيك بيكون صار جاهز القراص معنا مع كاسة شاي، والريحة ولا أروع من هيك. كل عام وأنتو بخير ورمضان كريم، ترقبونا بجديد. أم يوسف، جربوها ولا تنسوا تعطوني رأيكم بالتعليقات. وصحة وهنا على قلبكم. كل عام وأنتو بألف خير ورمضان كريم.